نروح دلوقتي نشوف حي آخر من الأحياء الجميلة، حي القطامية، ومن أحياء القاهرة الجديدة. القطامية طبعا زي ما حضراتكم شايفين بيتميز وبيمتاز بجمال الشكل من حيث المساحات الخضراء والشوارع الواسعة. القطامية زاد الإقبال عليها يا حسام في السكن لقربها من الخدمات، وأعتقد كمان أنها بتناسب متوسط الدخل، يعني منطقة كتير من الشباب راحوا فيها يسكنوا. يعني هي عامة من المدن الجديدة، خلينا نقول، وخلينا نقول بقى في حياة كاملة متكاملة في هذه المنطقة، القاهرة الجديدة يعني بكل الصور. وبعدين برضو مشهد شوية متناقض، يعني مش متناقض، يعني لدينا القاهرة القديمة زي ما شارع الهرم بكل بقى ما فيها من أصالة وعراقة، وأيضا يعني عوامل الزمن خلينا نقول والتعرية اللي أصابتها، ولدينا أيضا أحياء مصر الجديدة ومدنها الجديدة. يعني نجيب لكم مشهد من هنا ومشهد من هنا، القاهرة الجديدة والقديمة.